أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. لو كنت تعطينا تعريف عن نفع بداية الشركة في دولة الإمارات. إن شاء الله. أنا اسمي أحمد أمين، مهندس كهرباء، تخرجت في جامعة البكيلي في الشارقة في الإمارات. بعد سنوات طويلة من الأعمال اللي اشتغلناها في مجالات مختلفة من الإنشاءات للأجهزة والمعدات الطبية، قررنا نفتح هذا المجال الأعمال اللي هو في مجال خدمة السيارات، وتم إنشاء هذا المكان في 2023 في يوليو. فتقريبا صار لنا سنة الحمد لله. ايه نوع الخدمات المقدمة من قبل الشركة؟ احنا الخدمات اللي نقدمها خدمات ميكانيكية وخدمات كهربائية. من ناحية ميكانيكية أي شيء يتعلق في خدمة السيارات، أي شيء يتعلق في إصلاح بالنسبة للحالات الطارئة للسيارات. ومن ناحية الخدمات الكهربائية أي شيء يتعلق في إصلاح الأنظمة الكهربائية في السيارات أو تعديلها. فمثلا ممكن انك انت تعدل السياره تبعتك، تحط النظام الكهربائي تبعها من ناحيه الشاشه او من ناحيه الخدمات اللي موجوده في السياره والاوبشن السيف. طب في ظل المنافسات الشديده في دوله الامارات كيف تميز؟ احنا نركز على شغلتين. اول شيء بالنسبه لنا جوده الاعمال اللي بنقدمها، ونحاول دائما نقدم جوده للاعمال اللي تضاهي الوكالات بالنسبة للوقت اللي نسمح نخلص فيه الأعمال تبع بلد العميل، وبنفس الوقت كمان الجودة وطريقة التعامل مع العملاء تبعونا. فهاي بالنسبة لنا جودة على مستوى عالي ولكن في أسعار منافسية للوكالة. بالنسبة للنقطة الثانية اللي بركز عليها اللي هي برامج الولاء اللي موجودة عند العميل، فالعميل يجد أنه نعطيه دائما برنامج ولاء. هذا البرنامج بيسمح له إنه هو يجمع نقاط معنا، بعد فترة معينة بيقدر انه يعمل ريديم لهذه النقاط او ممكن يستعمل هذه النقاط من خلال البرنامج الموجود عندنا، فيعمل خدمة مقابل نقاط بدل ما يدفع فلوس، ومنه هو بيتطور من خلينا نحكي المستوى البرونزي للمستوى السيلفر للمستوى الذهبي، وفي هذا المستوى في مزايا عدة ممكن نعطيه من العملاء تبعهم. بعد النجاح الرائع يا دكتور، ما هي الخطة المستقبلية للشركة؟ بالنسبة لنا احنا الشركة هاي تعتبر خطوة أولى. الخطوة الثانية تبعتنا حتكون إن شاء الله نضيف خدمات زيادة على هذه الأعمال، منها اللي هي الأعمال الشغل في عيادة السيارة والمجسمات، فسنعمل امتحانات وسنعمل تعديلات. هذا رقم الخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم ثلاثة إن شاء الله نكون في تعديل الأداء السيارات، فتجويب السيارات، تجهيز السيارات للسباق في الحلبات، ففي ان يكون سكون او زباين يتعاملوا مع هذا علشان ينزلوا في الحلبات ويشوفوا مين سيارته اسرع ومين اللي هو بحب انه يكون المميز في هذا المجال عندنا في الامارات. بالنهايه ما هي الرساله اللي بتحب توجهها لدولة الامارات على نعمه الامن والامان وعلى دائما التواصل مع المستثمرين؟ اول شيء احنا دائما بنحب نشكر حكام الامارات على الامن والامان الموجود في هاي الدوله، لانه وفرت لنا الامكانيه انه احنا نقدر نفتح اعمال تصير رواد اعمال في هاي الدوله، والتسهيلات طبعا اللي موجوده علشان نقدر نستمر في اعمالنا وتكون اعمالنا ناجحه. فبنتشكر حكام الامارات جدا على هذا الموضوع. ممكن تخبرني مشاهدين كيف يتم ايصال التواصل معك؟ احنا في عندنا صفحه على الانستغرام اللي هي كانت موتور سيرفيس، تكون كمان موجوده على المدار، وفي عندنا كمان صفحه على التيك توك وعندنا صفحه على الفيسبوك، وممكن تتواصل معنا خلال الرقم اللي راح يكون موجود كمان على الشاشه. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناه ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.